السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. البيدق هو القطعة اللي معمرة رقعة الشطرنج، جوج صفوفة من هنا وجوج صفوفة من ليه. بيدق كيتحارب مع بيدق، وإلا تقتل كاع ما كيتحزن عليه، وإلا عدى وصل لخط النهاية دغيا كيتبدل بكرايدي عليه. وكيف رقعة الشطرنج كيف هاد الكرة الأرضية، معمرينا غير البيادق، أفراد وجماعات ودول. كتحركها أصابع ديال أيادي خفية، كتكتب ليها تاريخها وكترسم ليها المستقبل ديالها. البيدق كائن قام تفكر مبرمج على تنفيذ الأوامر. عنقو ديما فيكسي قام تشوف اللور ولا في السماء، كيشوف غير قدامه، وياريت كون كان تشوف مزيان. البيدق غير تيدهصص، قاعد الصراعات اللي كتشوفو أبطالها غير بيادق مقصرة بها ناس أخرى مرتاحة جالسة على كرسي. مولاي الصديق، حروب البيادق اللي كتحركها خيوط من بعيد كثيرة، لكن كتبقى القضية الفلسطينية هي المعقدة فيها، حيت كل شي حط صبعو فيها مهبط منه خيط بغى يحرك. القضية الفلسطينية جبدنا لها المخمل العظم في بزاف ديال السلسلات، بحال فتنة الشرق الأوسط ولا سلسلة الخدعة الكبرى. وبسبب تجدد هذا الصراع اللي تصدرت به القضية عاوتاني المشهد ونشرات الأخبار، غادي نحاولوا نقراوها بعين واقعية ماشي بعين عاطفية كدهصص دايرة مدادر جوجل كتشوف داكشي اللي بغاوها تشوف. تبعوا معايا. بعد واحد السلسلة ديال الحروب العربية الإسرائيلية اللي كلاو فيها العرب طريحة والدوبلات إسرائيل المساحة ديالها على حسب اللي دايرين بها من الأردن ومصر ولبنان وسوريا وحتى فلسطين صرتوها، كلشي غيدخل جواه وغيبقى يطلب غير التعادل من هادوك الدول ديال المواجهه. غيبقى ينبحو غير حكام هذيك الدول البعيده اللي عمرهم صيفطوا شي واحد من الجنود ديالهم يحارب تما. كانوا تيبغاو يلعبوا العشره على البصابعه ديالهم في بلدانهم، تيهربوا للقدام من هذيك المشاكل والفشل اللي تيعيشوا في الداخل، لدرجه ان حسني مبارك واحد المره رد على الجزائر وقال: ما تروح يا سيد وحد ماسك ايدك حررها، والله العظيم اخذك بالحضن وابوسك ويا مرحبا وسقف لك وماشي روح حرر. الله، هو يا جماعه التحرير كلام؟ من قال لنا 43 سنه بنتكلم وغلبنا كلام لما اتقطع نفسنا كلام؟ ما تخلينا بقى نشتغل. فاللي بيقولوا القدس ومش القدس والبتاع ولا الدول اللي راحت مؤتمر السلام خيانة، خيانتي من بطل كلمة الخيانة من القاموس، هو مضيعنا غير الكلام الفارغ؟ ايه الخيانة والخيانة وتتكلم ليه؟ ما توريني شطارتك. يلا يا حبيبي عامل زي بتقولي سيبني علينا موته. طب ما تروح تموته. الله، روح موته. حاجة غريبة، واحنا بس كلام كلام كلام، الكلام سهل. اهم لاعب في المنطقة واللي كان كلا الدق مزيان ودمر ليه كاع الجيش ديالو وخاصو سنوات وسنوات باش يرجعو كانت مصر. داكشي علاش بدات كتساوي باش ترجع سيناء ارضها ومن حقها، وباش ترجعها خاصها تجلس في الطبله في الظلمه باش دير اتفاقيات وخطوط حمراء تحبس عندها. وداكشي اللي غادي يطرى. المقاومه الفلسطينيه غتلقى راسها بوحدها بلا ظهر، خاصها تعتمد على راسها. فهاديك الوقيته الشرق الاوسط بداو تيبانو فيه لعابه جداد كيتنافسوا على شكون يلبس العشره، كانت ايران والسعوديه. ايران اللي يلاه دارت الثوره ودارت هدف انها تنشرها في الدول العربيه باش تسيطر عليها بها، كتحلم ترجع الماضي ديالها. الايرانيين غيجلسوا في الطبله وبداو تحسبوها ولقاو ان اقل تكلفه لبلانهم هي خطه اوديسيوس اللي كان فتح بها طرواده، واللي كانت هديه مسمومه. صوبوا ليهم هذاك العود من الخشب حطوه ليهم قدام الباب بعد ما تخباو فيه بعض المقاتلين اللي غادي يحلوا الباب، وباقي الجيش في السفن مخبي مورا واحد الجزيره قريبه من تما. طرواده تيسحبوا من داك العود هديه لواحد الالهه كانت عندهم سميتها نيرفانا، غادي يدخلوا العود وفي الليل غادي يخرجوا هذوك المقاتلين منه وغادي يحلوا الباب. وطاحت طرواده. هذه راه هي نفس الخطه اللي طبقوها الملالي، غير الحصان كان فلسطين. فجا الخميني على راس الملالي، جا في وقت قلنا كلشي دخل سوق جواه، بقات المقاومه بوحدها. داكشي علاش عرفات هو اول من غيزور ايران بعد الثوره، كان تيقلب على المسانده والدعم. ايران غتقبل الدعم، لكن ايران راه ماشي هي مصر ولا العراق، الدعم ديالهم تيكون من باب العروبه والاسلام بلا شروط. الدعم الايراني كان بشروط
ودخل بنيفها بهم في كل صغيرة وكبيرة. داكشي علاش فاش جات الحرب العراقية الإيرانية وطلبوا الملالي من حركة فتح باش تختار بيناتهم بين صدام، بلا تردد غادي يختاروا الفلسطينيين العراق. ثم إيران غيشعلوا عندها البولات الحمر وغتبقى تشوف حركة فتح قنبلة موقوتة كتهدد البلانات ديالها. داكشي علاش غادا تبدا خطة تقسيم حركة فتح ودعم حركة أخرى أو تكبرها، بحال حماس، بحال عصائب أهل الحق، بحال حزب الله في العراق، وخصوصا في لبنان اللي خلقات حزب الله الشيعي اللي ضمنت الولاء ديالو بسبب العقيدة ولا المومو ديال عينيها وكتدعمه وكاع جهدها، زائد الدعم اللي كان تيجيه من البيدق الكبير النظام السوري. فاش كانت الترونات في الثمانينات في لبنان، كاع الفصائل الشيعية غتبايع الخميني، منها حركة أمل اللي غادي يبقى يجيها الدعم من إيران، وهاد الحركة راهي اللي دارت أكبر مجزرة في المخيمات ديال الفلسطينيين واللي كانت في لبنان. دارت فيهم هذيك المجزرة بأمر مباشر من إيران حيت كانوا تابعين لحركة فتح. هذيك المجزرة اللي غادي تفرس الحركة وغادي تسهل الانقلاب اللي دار على عرفات من أبو موسى. كان فشل هذاك الانقلاب وهرب يعيش في سوريا، لكن عاوتاني قسم الحركة وضعفها. راه أكثر بلاد خرجت على فلسطين هي إيران، فين ما الفصائل كتبغي تتفق كتشيطنهم. فاش بدات الثورة في سوريا، إيران كانت طلبت من حماس باش تدعم النظام بحال حزب الله، لكن حماس غادا ترفض حيت كانت نايضة شي عدد سنة وما يمكنش ديرها. إيران باش تنتقم منها غتخلق حركة شيعية في غزة كانت هي حركة الصابرين، وكانت سير مباشر من الحرس الثوري الإيراني. الفلسطينيين غيهيجوا على هذيك الحركة، خلات إيران تحلها وترجع لحماس حتى هي خاسرة الملايير المليارة بحال كبرانات، ملايير مستمرة غير في الخراب بلا نتيجة. وفاش رجعات ما غتمشيش لحماس ديريكت، غتمشي للجناح العسكري ديالها كتائب عز الدين القسام اللي قراو وتدربوا في إيران، وهما اللي غيكونوا ورطوا حماس في هاد الروينة. دابا أجي نشوفوا شكون غيكون المسؤول على هاد الشي. كأي جريمة أول حاجة تنقلبوا عليها هو شكون هو المستفيد منها. المستفيد الأول واللي باين من الطيارة واللي غادي يدفع الثمن ديال هاد الشي كامل هي إيران. أما المستفيد الثاني فهو أخطر المجرمين في التحراميات هي إسرائيل. نبدأ بإيران اللي محتل 4 ديال العواصم في سوريا، في العراق، في لبنان واليمن. صحيح أنه احتلال تخريبي، لكن شنو هي الاستفادة الاقتصادية ديال إيران من هاد الشي؟ زيرو. الملايير كتخسر غير باش تحافظ على ولاء هذيك الفصائل، خاصها تخلص، وهذاك الخلاص دير لها تقبة كبيرة من تقبة الكبرانات مع البوليزاريو، وهذا الشي فضل هذاك الحصار والتضخم. إيران راه عمرها كانت ضعيفة بحال اليوم، والمشكلة الكبيرة أن العدو الحقيقي ديال السعودية عمرها كانت قوية بحال اليوم. السعودية قوة إقليمية بتأثير ديال القوى العالمية، تأكدوا أنها غتولي قوة عالمية حقيقية راسها براس ميريكان وروسيا والأخرى، أتنقص من مجموعة 20 لمجموعة 8. هذا هو نفس البلان اللي داير المغرب تهو مع أوروبا، وها هي السعودية دخلت البريكس اللي إلى ما روناتوش هي اللي غتبقى تتحكم فيه بالتخبية، مدخلة مع مصر والإمارات، ويزيد عليهم حتى الهند اللي بغاو يديروا معها تران تحت الماء يدي ويجي في السلعة. راه الأغلبية ديال الأصوات في البريكس أمولاي الصديق. إيران مسكينة شحال تعذبات وشحال ديال العقوبات والحصار وتجويع الشعب، والله أعلم فين وصل هذيك القنيبيلة. وشوف السعودية كلشي غادي تجري عندهم، ها فرنسا، ها روسيا، ها الصين، ها الهند، كلشي باغي يصاوبها ليهم وغتكون واجدة. هز حط. بل كاع أمريكان اللي هددوا يطيحوا ليها الدولار ويخنقوا الحلفاء ديالها يهزوا أسعار النفط، شافت التاهيات وعرفت أنها ما غاديش تقدر تمنعها، قالت لها بيني الحسن النوايا ديالك وطبعي، وإلا بغيتي كاع أنا صاوبها لك نصاوبها. دابا شحال من واحد يسمع التطبيع ديال السعودية ما عرفتش شنو تيقول ليه راسو. التطبيع راه عالم جديد كيترسم، المستهدفة هي الصين. طريق الحرير اللي بغات دير بغاو يدمروه ليها بطريق قدم منه، وكانت هي أول طريق وداخلة في الخضعة الكبرى، وسميتها طريق البخور. كتجي من الهند وكتدوز على الجزيرة العربية حتى فلسطين إسرائيل اليوم. والهند راه هي القوة اللي تحاولوا يكبروها اليوم باش تولي غدا المصنع بلاصة الصين، وهذا الشيء بمباركة أمريكان. غتبقى توصل السلعة حتى لأوروبا عبر السعودية وإسرائيل، حيت هما اللي تختاروا في هذيك المجموعة، حيت كلشي مدقدق. والسعودية إلا دارت هذا البلان غتهرب على إيران هربة كوريا الجنوبية على الشمالية، وهي في الحقيقة نفس المسافة ديال الهربة
بين المغرب والجزائر. داكشي علاش ايران بغات دير ليها العصافه الرويده، وهاد العصا هي البيادق اللي زرعها تما. البارح الحوثي ضرب البحرين، اليوم كتائب القسام، غدا لبنان باينه باش تهيج العرب وتمنع بن سلمان من التطبيع اللي هو طريق البخور، اغلى سلعه كانت في العالم في ايامه. ما كانش شي طقس ديني ولا لا بلا بخور. ايران كتبان هي المستفيد الاول، لكن في الحقيقه راه جروها كما جروا روسيا لاوكرانيا. مولاي الصديق، واش ما كتذكركش هذيك التصاور ديال هذوك اليهود، خصوصا ديال العيالات وولادهم اللي كتناقل وسائل الاعلام الغربيه بداكشي ديال 11 سبتمبر؟ يا كلشي تيقول كما مئات ديال الروبورتاجات ان هذيك الاحداث ديال 11 سبتمبر مفبركه، دارت من اجل غزو العراق. كانوا فعلا ضحايا، لكن بالنسبه لهم هذوك غير مجرد بيادق تدفعوهم باش ياكلوا مكبر منهم. وحتى هذوك الاسرائيليين راه غير مجرد بيادق مضحيين بهم حيت بغاو مكبر، راه تيقلبوا على السبه باش يمحيو كاع هذيك الكسائب من الوجود، وغادي يمحيو حتى حزب الله الى دخل. اسرائيل دابا غتاخذ الضو من عند الغرب اللي كان مانعها باش تسالي مع صفوفات البيادق، حيت راه الهدف الجاي ايران ديريكت. دائما المغرب هو الاصل والباقي تقليد. تحياتي.